من هنا غادي خويا نبدا هاد القصه. من انني كنت كليان في هاد البلاصه تولات هاد البلاصه ديالي، تولات واحد البلاصه اللي ما عمرني ما حلمت انه تكون ديالي وكان ديالي. علاش؟ حيت صبرت، حيت قاتلت، حيت ضحيت. ما عمرني ما قلت شحال، وما عمرني ما قلت شحال شنو من بعد شنو غادي ناخذ، لماذا نخليها في يد الله؟ وما عمر ما الله ما يخيبني، الحمد لله وباقي حياه قدامنا. السلام عليكم، معكم حمزة الصور، سن 23 سنة، من مدينة أكادير. اليوم جيت نعاود القصة ديالي الأخبار هنا، غادي نشاركها معكم حتى نتوما باش أنني نموتيفي الشباب ونعاونهم كيفاش تبديت وحققت الحلم ديالي وحققت البروجي ديالي من الزيرو. كيفاش بديت المشروع ديالي؟ عاد العبد المذنب اللي كيدوي معكم، كنت كنقرا بحالي بحال أيها الناس، راكم عارفين الشباب المغربي. كنقرا، خرجت في 4 أيام، مشيت درت واحد الدبلوم إلكتروميناجير، شديت الدبلوم ديالي اي ابخي درت فندقه، درت لا كويزين. فديك لا بيريود اللي درت فيها لا كويزين، شديت الدبلوم في لا كويزين. عندي جوج دبلومات، واحد تاع الكتروميناجي وواحد تاع لا كويزين. وانا نريد نقرر ندير بكالوريا مهنيه، رجعت للقرايه ديريكت سيزيام. سيزيام البكالوريا هذيك الفتره كانت خوكم راكم تيخصو لي شار، تيخصو الترونسبور ديالو، كيخصو غير الى بيتيها ما تاكل في البيبي، تيخصكش لا حوايج. قررت انني نبقى نخدم بالليل، كنقرا في الصباح وبالعشيه وكنخدم بالليل. فين قررت انني نخدم الخدمه اللي تكون مناسبه ليا بانه كنقرا باش نخدم هي واحد الكريريسا عند واحد الدري هنايا. صافي بديت معاه بواحد لاصوم اللي قليل قليل بزاف، اللي اي واحد ما يقدرش انه يبدا فيه، ولكن ما كانش عندي انا مشكل. المهم ديك الساعه انني غنكون خدام وصافي، علي كندخل غنبدا بها وصافي. شحال كنت خدام؟ ب 20 درهم من النهار. تصوروا معايا كتقرا من 6 الصباح حتى 6 العشيه وكترجع وكتخدم ب 20 درهم ب 20 درهم من النهار حتى 3 الليل يوميا لمده عامين. واحد المرحله اللي كانت صعيبه صراحه، وكفاح والمقاتله وش لا حوايج. وكان عندي البكالوريا العام الاخر، العام الاخر كان عندي البكالوريا. داك الدري سهل لي الله وقال لي يا حمزه انا غادي ندير محل ديالي، شنو بان لك انني ندوز ديك الكروسه تولي ديالك؟ قلت ليه سي بون، حلم لي انني كنحلم بها انني تكون الكروسه ديالي، والحمد لله سهل لي الله باش انه تولي ديالي. صافي قررت انني ناخذ الكروسه. بطبيعه الحال ما غاديش نشريها بديك 20 درهم من النهار اللي كان تيعطيني، لا. مشيت لفت وتكلفت حتى انني قدرت انني نجمع لا صوم باش انا ممكن نشري بها كروسه. واحد الحاجه ما ندمتش حيت ما شديتش الباك، والحمد لله حيت ما عنديش الباك. حيت كون كان عندي الباك غادي نتبع ديك الدوامه تاع انني نمشي لافاك، وملي نمشي لافاك غادي نتبع ثاني ديك الدوامه انني شلا حوايج راكم عارفين. ويكون التخصص ديالي خاصني نخدم بالقرايه، حيت تشوف راسك ضيعتي واحد 26 عام حتى 27 عام في القرايه، راه خاصك تكمل في القرايه، ما خاصكش تحبس. اذا خرجتي لتماره بكري غادي تكمل في تماره، كملتي في القرايه خاصك تكمل القرايه. دابا واحد فيكم الخوت عنده اجازه ولا عنده الدكتوراه، تقول لي سير تعلم لك شي حرفه ولا سير خدم لك ب 20 درهم؟ ما يمكنش. ولكن الا خرج بكري راه مزيانه ليك، كيتعلم الحرفه وكتشيطلي. راه القرايه ماشي هي كلشي، وماشي هو الباك هو كلشي. واحد لافونتاج اللي كان عندي انني ما كنتش مولف الفلوس، ما كنتش مولف انني نشد واحد لاصوم لي عالي. كيفاش تدرت المحل؟ تقول لي ما يمكنش. انا ملي كانت الكروسه ديالي كنصور الحمد لله بخير سامر شو هذاك، ولكن كنت نخلص راسي ب 20 درهم. هذا هو لافونتاج اللي نفعني، كنت باقي كنحسب راسي خدام ب 20 درهم كل نهار. داك الشيء اللي صورت تنحطو تنهز ديك 20 درهم، هذا هو اللي نفعني. ما كنقولش لك راه طاح عليا الواهي وهكا 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 تدرت، لا. زيرت، تقاتل، ضحيت، صبرت شلا حوايج. دراري صحابي كيمشيو تيخيمو تيسافرو تيديرو تيديرو، انا لا، كنبقى تنخدم تدوز العيد بيومين 3 ايام تنعاود نخدم. ما كاينش ويكاند، ما كاينش روبو، ما كاين والو. الا بغيتي توصل بغيتي ما بغيتي تعيش وانه تاكل وتشرب، هذيك هي اسهل حاجه اللي صورتيها بالنهار ياكلوا الليل وتستمر الحياه. بعد كورونا باقي في الكروسه، كيفاش تقررت انني ندير محل؟ واحد النهار كنت خدام ما بيا ما عليا، كانوا داروا حاطر التجوال تيبدا مع 8، انا كنت خدام، كنت خدام حتى شي 9:30 تقريبا ل 10. تنقول اجي خاصو يكون قانوني باش سعاده القايد ولا اي واحد في المخزن كيف ما بغى يكون، ما نضرو ما يضرني، ما ندير ليه، ما نحطو في موقف محرج ما يحطني في موقف محرج. شنو قال لي راسي؟ قال لي خاصك تولي قانوني. كيفاش نولي قانوني؟ رخصه تاع عربه متنقله تاع باعي متجول ما كايناش. اذا محال، محال كتكون توريزاسيون ديالك كتخدم النهار كامل وكتوصل الوقت خاصك تسد تسد، ما تيكونش عندك باقي اشكال تاع شويه، ما تكونش شويه. صافي صامرش الحمد لله. كيفاش خاصني ندير محل؟ كان عندي واحد لاصوم قليل،
شوفوا انتم سبحان الله العظيم، من يتقي الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب. انا ما بغيتش نوصل للحرام، تقيت الله واني تيجي هدموا المحل. انا عموك الروسه راه حدانا، كنت انا ما اصلا ما تنحلمش كاع نشد محل في هاد الدار، حيت راك عارف ملي كتكون عندك هاك الروسه تيكون الاحلام تاعك ماشي كيكون عندك حلم نيت نيت، ولكن كيكونوا شويه بصا ما تيكونش بحال هكا. قلت لي انا داكشي اللي عندي قلت لك. قال لي شحال غادي تعطيني باش انني ندير معاك واحد الثمن رخيص في الكره؟ قلت لي غادي نعطيك القد والقد. قال لي عرفتيش غادي دير؟ قال لي ما تعطيني ما نعطيك داك لاصوم اللي قلت لك ديري معاك في الكره، وداروا معايا والحمد لله سخروا لي الله وشكرا بزاف لهذا السيد. اللي واحد الحاجه اللي انا كنت حطيت بلاصتو ما غاديش نديرها مع شي واحد، ما نكذبش عليكم انا معقول هو هذا. راك عارف ملي كتوصل دي شي حاجه بيتيها ما كتكرهش انا تطور راسك وتزيد، دابا الاحلام ولاو كبار وشي حاجه كبيره ما كرهتش انا نكون ماركه عالميه في الماكله، علاش لا؟ باش كنصحهم انه يتقاتلوا تقاتل وتحرك اخويا، عمرك ما تسنى شي واحد يدير لك، وما عمرك ما تسنى انه توظف. كنتي كتقرا مزيان كمل في قرايتك، ولكن بشرط اذا كنتي كتشي بين اوقات هالين ها كمل في القرايه. كنتي امسلك في القرايه انا نصيحه ديالي بلا ما تكمل فيها وسير تعلم لك شي حرفه ولا شي صنعه راه هي هذه تنفعك. شنو قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علموا اولادكم التجاره ولا تعلموهم الاجاره. ما تكونش اجير، ما تقاتلش ديما باش انك تكون اجير. راه انا كنعتبر انه الوظيفه اون جينيرال كنعتبر انا عبوديه لا غير، حيت انه كتخدم من الصباح حتى العشيه عبد بطريقه قانونيه بالمفهوم ديالي انا. وكلمه اخيره هو انه اتقوا الله وخافوا الله ودير اللي عليك وغادي يكمل عليك الله وغادي يسهل عليك، وما عمره ما غادي تحس بوالو الا كنتي اصلا انت بغيتي توصل. وثق في قدراتك وثق في حال في احلام ديالك، راه غادي توصل اليوم غادي توصل اليوم، الا ما وصلتي اليوم دابا غادي يجي واحد النهار وتوصل اليوم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.